مشاهدينا مساء الخير، اهلا بحضراتكم. هيئه الارصاد الجويه تؤكد حدوث تغير مفاجئ في درجات الحراره اليوم مع استمرار اضطراب الملاحه البحريه وتحذير من ارتفاع الامواج في البحر المتوسط ومنع كافه اعمال الصيد والملاحه والتنزه اليوم. تفاصيل جديده عن حاله الطقس كشفت عنها الهيئه العامه للارصاد الجويه، ونوضح لكم درجات الحراره اليوم من خلال هذه التغطيه الان. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد 28 يوليو 2024 طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى سرة للمواطنين بشأن حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنكسر الموجة الحارة لليوم الثاني على التوالي من خلال تغير مفاجئ بدرجات الحرارة، ليستمر الانخفاض في الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. ووضح خبراء الأرصاد أن الطقس يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وانكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء. وعن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، فأكدت الأرصاد وجود نشاط للرياح معتدلة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة. كما هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. إضافة لذلك، فهناك انتشار لشبورة المائية الخفيفة من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. من ناحية أخرى، تستمر حالة الاضطراب في الملاحة البحرية، حيث حذرت الأرصاد من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث ستكون سرعة الرياح من 35 إلى 50 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر. وبالنسبة لحالة البحرين اليوم، فحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه رياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر واتجاه رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية. ورغم انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم، إلا أن خبراء هيئة الأرصاد كشفوا أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 80 إلى 90% للعظمى، وما بين 35 إلى 50% للصغرى. ومن جانبه، كشف الدكتور محمود قياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقع اليوم وخلال الأيام المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية. وقال الدكتور محمود القياتي في تصريحات تلفزيونية أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض على معظم محافظات شمال البلاد، وذلك بعد موجة الحرارة التي تأثرت بها البلاد على مدار الأيام الماضية، وكان الانخفاض بمعدل من 3 درجات إلى 4 درجات، ومتوقع استمرار الانخفاض حتى منتصف هذا الأسبوع. وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل العظمى ما بين 35 و 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلات الطبيعية لها حتى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. كما وضح أن سبب هذا الانخفاض هو تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بجانب وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة مما يجعل الانخفاض في قيم درجات الحرارة طفيفة. وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس خلال فترة النهار شديد الحرارة ولكنه أقل حدة من الأيام الماضية. أما بالنسبة لفترة الليل، يسود تحسن ملحوظ في حالة الطقس، محذرا تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، بجانب وجود ارتفاع أمواج في البحر المتوسط، وأنه غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة والتنزه. ومتوقع مع يوم الاثنين أن يعود الاستقرار في البحر المتوسط مرة أخرى.
كما لفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد ومنها حلايب وشلاتين ومستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع. والآن دعونا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لطقس اليوم على محافظات مصر. القاهرة العظمى 35 درجة، الصغرى 25، الإسكندرية العظمى 33، الصغرى 25، كفر الشيخ العظمى 33، الصغرى 24، دمياط العظمى 33، الصغرى 26، بورسعيد 33، الصغرى 25، شرم الشيخ 39، الصغرى 29، 38 المنيا، الصغرى 24، وأخيرا أسوان 43 للعظمى و29 درجة للصغرى. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية تغطيتنا الجوية، ولكننا مستمرين معكم في متابعة كل جديد على مدار اليوم. ولمزيد من المتابعات والتغطيات زوروا موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.